بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الإمارات قلنا هي قبيلة كبيرة استقرت في ركن من الصحراء في فترة غزو السعود لاسترداد حكم نجد. من حسن الحظ والطالع ومن حسن المعرفة بالصحراء استقروا في منتصف الطريق للتجارة للهند. خدت بالها إنجلترا من الركن دوت من الصحراء فاحتلته عسكريا 1820، تركة لأجداد الشيخ زايد وأخوه شربوط زعامة القبيلة التي سميت في الوقت دوت إمارة. ورث حكم الإمارة الشيخ شخبوط النهيان 1928. ده اللي يقاوم الهيمنة البريطانية، ده اللي اتكتب على الراجل. بعد ظهور البترول رفض إعطاء الشركات البريطانية حق التنقيب حتى مطلع الخمسينات. زاد الضغط البريطاني عليه كلما زادت الأهمية الاستراتيجية طبعا للبترول. في عام 1966 تولى الشيخ زايد الإمارة خلفا لأخيه الشيخ شربوط شقيقه، وأصبح انفتاح الشيخ زايد حتى صارت أبو ظبي تنتج 9% من بترول العالم، وطبعا أصبحت أغنى إمارة في العالم. ثم نجح في تجميع الإمارات المحيطة به في دولة فيدرالية واحدة، الإمارات. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد.